موضوعنا الآن راوية. موضوعنا رح يأخذنا بالضبط رح عن جد والجدة ورح يأخذنا مشوار على السويد، لأنه هناك وبدءا من الشهر الجاري أقرت الحكومة قانونا يسمح للأجداد بطلب إجازة أبوية مدفوعة الأجر، تخيلوا، لرعاية الأحفاد. الوالدان في القانون السويدي لديهم رصيد مشترك من 480 يوما لرعاية الأبناء حتى سن 12. طبعا وبعد إقرار القانون الجديد يمكنهم التبرع ب90 يوما إلى آبائهم لرعاية الأطفال في عامهم الأول. عموما القرار رغم إنصافه للآباء إلا أن البعض يشكك في كفاءة الأجداد وقدرتهم على العناية بأحفادهم في زمن مختلف. طبعا للحديث حول علاقة الأجداد والأحفاد ينضم إلينا الآن من القاهرة الكاتب سنعود للضيف بعد قليل، ولكن قبل ذلك طبعا موعدنا مع تجربة اجتماعية دافئة من العراق. مراسلتنا زينب المشاط بقيت معنا لكن ذهبت إلى منزل أجداد برفقة أحفادهم، وكان هناك حديث حول التأثير على سلوكيات الصغار. تجربة حلوة، سلوكيات الصغار والفروقات التربوية بين الأجيال، بين جيل الأجداد والجدات وجيل الآباء والأبناء. سنتابع المزيد في التقرير التالي. هلا حبيبتي، أعز مني الولد ولدي الولد، والله يعني هاي قاعدة طبعاً. دراسة أمريكية نشرت على موقع ديلي ميل البريطاني عام 2021 تؤكد أن علاقة الجدات بالأحفاد مرتبطة بمنطقة التعاطف الوجداني من أدمغة الجدات، لهذا فهن أقرب لأحفادهن من أبنائهن الذين يرتبطن بهم بمنطقة التعاطف المعرفي. مثلاً الجدة في هذا المنزل ليست امرأة عادية، في السابق كانت تعمل معلمة وكان لها تأثير كبير على سلوكيات أحفادها فيما بعد. شنو الأشياء اللي تختلفين مع والدتك بتربية أبنائك بيها؟ الصراحة أنا شوية يعني عصبية، يعني من أجي هنا أبقى واحد يتعارك منا ويتعاركوا منا فأعيط عليهم، هي ما تقبل، تقولي لا بالعكس شوية صيري هاد أو ياهم، صيري لطيفة وياهم وصادقيهم. زين، وانت بيش تختلفين ويا خاله؟ انا الصراحه بطرائق التدريس، باعتبار ماما هي تربويه كانت معلمه، اي فتكون افضل من عندي بتدريس الاطفال. وبالرغم من وجود فجوه زمنيه بين الاجداد والاحفاد، لكن الاجداد اقرب لاحفادهم من ابنائهم، بل تقع احيانا خلافات بين الابناء والاجداد في تربيه الاحفاد. تسال عليه بالدراسه، تروح هي اول وحده قبل امه وابوه، يعني هي مثابه امه وابوه. شنو الاشياء اللي بيبي تسوي لكم اياها وبابا وماما ما يسوي لكم اياها؟ مثلا ماما وبابا ما يعطوني التليفون، بس بيبي تقبل تعطيني اياه. وانتي؟ أني ماما وبابا لما يعطوني حلويات بيبي تعطيني أكثر وايد. بالنسبة للأحفاد، الأحفاد قد أكو فجوة زمنية بيننا وبينهم، يعني بالنسبة للعمر وعمرهم، بس هم شنو يبقون، يبقى التفاهم بيننا وبينهم أقوى من تفاهمنا ويا أبنائنا. يعني هاي ما أعرف شنو غريزة أو فد شيء من الله سبحانه وتعالى. في أحلى من حنان الجد والجدة صراحة، بيختلف عن حنان الأم والأب. طبعا هو في دلال، هو يقال، في قريت مقولة تقال إنه إذا أنت أخفقت في تربية أولادك ستربي أحفادك، وإن
فرصة ثانية ناجح حيكون عندك. بالضبط. لا مش فرصة ثانية. لا. لأنه إذا أنت لم تربي أولادك جيدا لن يعرفوا كيف يربي أولادهم. صحيح. فأنت رح تربي أولادهم. ولكن إذا أنت نجحت في هاي التجربة ساعتها أنت بتستمتع بأحفادك. أكيد. طيب. على كل حال علاقة الأجداد والأحفاد مشاهدينا هي محتوى يلقى رواج كبير دائما عبر منصات التواصل الاجتماعي. في المقطع التالي إحنا أعددنا لقطات لأجداد يلتقون بأحفادهم للمرة الأولى. أكيد جرعة مشاعر عالية يمكن حتكون. خلونا نتابع. هذه المقاطع المؤثرة سنفتح النقاش حول علاقة الآباء أو الأولاد مع الجد والجدة. ينضم إلينا في هذا النقاش الزميلة حنين والزميل أسامة. رح تحكونا اليوم شوي عن تجاربكم ورأيكم بهذا الموضوع، خاصة أنه في استطلاع رأي بيقول 3 من كل 10 أجداد في بريطانيا قلقون بشأن تكاليف رعاية أحفادهم خلال الصيف. يعني يبدو أنه في عبء مادي على الأجداد. نحن مضطرين أنه نربي هدول الأطفال، يمكن نصرف عليهم بمكان معين، خاصة خلال فترة الصيف يمكن الأهل بيسافروا أو بيشتغلوا ساعات، بيتركوا أولادهم عن هذا. وغير غير العبء المادي في عبء نفسي كمان، لأنها مسؤولية، خصوصا إذا هم متعودين يشوفوهم يعني بخلال العام ولكن بيشوفوهم بفترة الصيف، خاصة كبر عمر الجد والجدة. يعني هم نفسهم ما بيعود لهم نفس بحاجة لرعاية، يعني لهم طاقة في الوقت. بس برضو يعني حسب قديش عمر الأحفاد. أكيد. إذا كانوا الأحفاد مش كتير صغار فبالتالي ما في هناك هذا المتطلب والمجهود الرعاية، يعني 24 ساعة يعني بالعكس ممكن بيتسلوا فيهم بس عليهم بيحسنوا دخلوا على مراحل أصعب، مراحل مراهقة، علاقة رقابة، علاقة دلال، يعني مفروض يكون مقنن نوعا ما. بس يعني عادة الأجداد أنا ما بحس في دلال مقنن. شكلك شديدة يعني لأنه أنا بشوف كيف الأجداد مثلا بيكونوا الأباء والأمهات بيحاولوا يحطوا رولز، بعدين بيجوا الأجداد بيخربوا كل هذه القوانين والقواعد. شوكولاتة بالليل، أيوة، حلويات، أكل في أي مكان في البيت، يعني تخرب للنظام. بس ما هو واجب الأب والأم التربية، واجب الأجداد غالبا الدلال مع المشورة مع يعني مزبوط توزيع أدوار. طيب في عنا طبعا أيضا 35% تخيلوا من الأشخاص اللي بتزيد أعمارهم عن 65 عام في إسبانيا، تخيلوا بهذا النسبة كبيرة، بيرعوا أحفادهم عدة أيام في الأسبوع. عم بحس إنه هذا الموضوع ما بعرف إذا تتفقوا معي بينطبق بشكل كبير على الغرب، على أوروبا، على الولايات المتحدة، نتيجة لأنه الأم والأب مضطرين إنهم يشتغلوا بشكل دائم، وما في مثلا في بعض الأماكن في مثلا عندنا هون مساعدة، في مساعدة بتقدري أنت تجلبي حدا مدفوع له حتى يساعدك. وإحنا هون يعني المغتربين على الأقل اللي بالخليج عايشين بعيد عن أهلهم، ولكن في أوروبا الموجودين بنفس البلد يعني بيستفيدوا من وجود أهلهم حواليهم. بس هاي نسبة كبيرة بصراحة، نسبة كبيرة جدا، رغم أنه العمل من المنزل ساعد كتير الأمهات العاملات أنهم هم ينتبهوا على أولادهم بنفس الوقت يكونوا عم بيقدموا. بس قديش حلو أنه يكون الجد والجدة هن جزء من حياة أولادهم. هم كمان بيشعروا مع الجد والجدة بأنه أولادهم في أمان، يعني حتى يعني ممكن مثلا يلجأ لأشخاص يرعوا الأطفال أو شيء من هذا القبيل. طبعا في جزء منه أنه مكلفين جدا للغاية طبعا، ممكن ما تثق بهذا الشخص وما تثق، أما هي فكرة أنه أنت بتشعر بأمان أنه هم يعتبر مع أب آخر ومع أم أخرى هيرعوهم وياخدوا بالهم منهم والأكل. ليش؟ لأنه زي ما قلنا ما أعز من الولد إلا ولد الولد طبعا. وهذا في الأحوال الطبيعية، عفوا نور، ولكن في أحوال الخلافات بين الأم والأب أو الطلاق والانفصال، يعني أنا بشوف أنه دور الأجداد جدا مهم. طبعا طبعا أكيد ممكن يعودوا كثير من الضغط النفسي على الأطفال. حتى موضوع العلاقة بين الأطفال والأجداد، في دراسات بتقول أن الأطفال يلي عندهم علاقة وثيقة مع أجدادهم عندهم مشكلات عاطفية وسلوكية أقل.
أعتقد ده جزء منه لا علاقة بالخبرة. يعني مع السن طبعا الإنسان بيمتلك مزيد من الخبرات الاجتماعية والحياتية أكتر، فبيبقى عنده مقدرة. أنا عندي تجربة شخصية على المستوى الشخصي، كانت علاقتي بجدتي وجدي كانت وثيقة للغاية. نظرا أنا والدتي توفت بسن بدري جدا، الله يرحم الجميع. فلما والدتي توفت سنة 98 يعني ما كانش عندي حد. وانت كنت طفل صغير؟ كنت طفل، بس جدي وجدتي من أمي، من والدي ما كانوش موجودين، جدي وجدتي من والدتي كانوا موجودين. أنا على المستوى الشخصي لم أستشعر بوفاة والدتي بشكل حقيقي إلا بعد وفاة جدتي. كانت بتقوم بهذا يعني يعني بتقوم بجزء كبير من هذا الدور. من هنا كانت العلاقة، يعني أنا حتى كنت مثلا بترك بيت الأسرة واخواتي، وكان عندنا تنافس ما بيني انا وما بين اخواتي مين اللي هيكون موجود هناك في اليوم، لانه كان دايما بتستشعر الاحساس اللي مفقود. فاعتقد انه فكره انه الناس تبقى مرتبطه بالجد والجده مش بس لها علاقه بالدلع، ولها علاقه مثلا زي ما حنين بتتكلم كسر القواعد بالأمان. طبعا بالامان، سيفتي، الاحتضان والامان. بس انا في نقطة بدي أحكي فيها. بالعادة علاقة الأطفال بتكون أقوى مع الجدة من طرف الأم، يعني والدة الوالدة يمكن أقوى من العلاقة بوالدة الأب. هذا سؤال ثاني لازم نطرحه، هل أهل الأم أقرب على الطفل من أهل الأب؟ أنا من المشاهدات اللي بشوفها أقرب، بس ما بعرف على كثير عوامل. الدراسات الواقع شائع جدا، شائع جدا. الخال والأخوال والخال والد ما هو يعني من المنطلق ده أكثر من العم والعمة مجتمعاتنا. بس ممكن يكونوا الأجداد من طرف الأب كمان أقرب جدا طبعا. كله بيعتمد على قدرتهم على جذب الطفل، يعني الطفل مثله مثل أي، يعني بيستشعر مين بيحبه، مين بيقدم له العطف، وين بيلاقي الأمان وبيلاقي هذا الشعور بالراحة. طيب شكرا جزيلا، طبعا هذا عن جد نقاش جميل.